السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عالم أم يحيى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفطور اللي كان مع الأسرة الصغيرة ديالي، مع الأم ديالي والأب ديالي. المهم درت لهم وجدت لهم واحد الفطور على حقو طريقو، واحد العشيوة اللي جات، واحد الحوطة معمرة جات على طريقة الحلو والمالح، جات رائعة ما نقولش لكم البنات. تبعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا الطريقة، المقادير ورجع ممتعة. وأول حاجة كنبداو بها نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للحوتة اللي غادي نشاركها معكم اليوم، أنا خديت مسطيلة على هذا القياس، يعني تقريبا واحد جوج كيلو. انتم يمكن لكم تستخدموا اي نوع ديال الحوت او لا الحجم اللي بغيتو. صافي، هاد الحوتة كنخليها، يمكن لكم تخليوها بالسنسول ديالها او تحيدوه. انا مزروبة ما حيدتوش، خليته وعمرتها. المهم انتم الا كان عندكم الوقت غادي تحيدوه. هنا عندي شوية ديال الكفتة مع شوية ديال القيمرون اللي غادي نعمر بهم، مع الشعرية ديال الروز. هادو هما اللي غادي نعمر بهم انا الحوته ديالي. وبالنسبه للتوابل البنات، يعني هاد الحوت راه كيطيب بلا توابل. كندير فيه البزار، شويه ديال البزار وراس معلقه ديال القرفه، هادو هما التوابل مع ورقه سيدنا موسى. هادو هما التوابل باش كنخدم انا هاد الحوت. عندي واحد البصيله هكا صغيره خضاريه مقطعه رقيقه، عندي واحد جوج دريسات ديال الثومه، وعندي القيمرون اللي بالقشره ديالو اللي غادي نزين به، مع شويه ديال الكالامار حتى هو غادي نزين به. وبالنسبه لشنو غنستخدم في الحلو، غنخدم بالمشماش اللي غادي نعسلو، واللوز اللي غادي نقليه، نسلقو ونقليه. هادو هما باش غادي نخدم هاد الحوته ديالي. ندوزو الطريقه ديال الحوته. صراحة البنات هاد الطريقة اللي غادي نخدم معاكم الحوت راه ما غاديش تلقاوها في اليوتيوب نهائيا. كتجي طريقة مغيرة بزاف على المعتاد باش كنخدمو حنا الحوت دائما. تبعوا معايا باش تشوفوا، راه كتجي رائعة وغادي تجربوها وغادي تردوا عليا ان شاء الله. بالنسبة للطريقة باش غادي نبدا، اول حاجة غادي نشرمل هاد الحوتة ديالي في هاد الوريقات ديال سيدنا موسى. غنقطعهم على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا باش ينسمو ليا ديك الحوتة كلها من برا ومن الداخل. وغادي نضيف هاد المعلقة هكا ديال البزار، وكما قلت لكم راس معلقة ديال القرفة باش تعطيني ديك المذاق ديال الحلاوة. صافي، وواحد الدريس ديال الثومة غادي نحكو، وغادي نخلط شويه هكا بشويه الماء، وضروري واحد الطريقه ديال الملحه. صافي، وغادي نخلط هكا هاد الحوته ديالي، غادي ندهنها كلها بهاد التوابل من برا من الداخل. صافي، وغادي نخليها باش تشرب ليا هاد الاقامه، وغادي ندوز باش نصايب الحشوه. هنا بالنسبه للحشوه راه كما قلت لكم واحد البصيله خضاريه اللي قطعتها رقيقه، غادي نديرها تشحر هي الاولى. هنا غادي ناخذ واحد المقيله، غادي ندير فيها هاد البصيله، غادي نحك لها واحد الدريس ديال الثومه، وغادي ندير واحد القطيعه هكا ديال الزبده باش غادي نصوطي فيها هاد البصيله. صافي، على هاد الشكل غنخليها حتى طيح لي هاد البصيله. غادي نضيف شويه ديال البزار كيف ما درنا في الحوطه، وشويه ديال القرفه. صافي، وغادي نصوطيهم على هاد الشكل، وغادي نضيف الكفته. غادي نخليها حتى طيح لي حتى هي مزيان، من بعد غادي نضيف القيمرون. صافي، هنايا من بعد ما ضفت هاد القيمرون غادي نخليه يتشحر مع هاد الكفته. غادي نضيف عليه واحد الطريقه ديال الملحه، واحد الوريقه ديال سيدنا موسى باش يتنسموا ليا بنفس المذاق اللي درنا في الحوت. هنا صافي، من بعد ما طابت لي الحشوه غادي نخلص مع هاد الشعريه
اللي كبيت عليها الماء طايب حتى طلقات وقطعتها بالمقص. صافي نفس المقله غادي ندير فيها هاد الكالامار مع زبيده، غادي نصوطيهم حتى هما شويه ونزولو، وغادي ندير في بلاصتو هاد القيمرون حتى هو في زبيده، وصافي غادي نحيدهم باش ندوز نعمر الحوطه ديالي. هنا كما كتشوفوا صافي غادي نعمر هاد الحوطه على هاد الطريقه صافي، وغادي نحاول انني نخلي واحد شويه ديال القيمرون اللي غادي نزين به حتى هو. صافي غادي شيط ليا من الحشوه غادي نخليه باش نزين به. صافي وها هي الحشوه قداتني، صافي غادي نجمع الحوطه ديالي وغادي ندوز باش نجيب واحد البراو وخيط، وغادي نخيطها نزديها هكا بالبراو والخيط باش نكون انني مهنيه ما تخرجش ليا الحشوه. صافي وهذا الراس هنا كندير فيه هذه الحبه ديال المطيشه على هذه الطريقه، كونوا على يقين ان الحشوه ما كتخرجش نهائيا الا درتو هذه الطريقه. شتي دابا الحوطه كتجي مجموعه نقيه وكتبقى هكا مني كطيب. بالنسبه للحوطه ديالنا راها غادي تطيب بدون زيت، بدون كما قلت لكم بدون عطريه بدون حتى شي حاجه، يعني غاد تطيب بهاد الحشوه ديالها فقط. هنا غادي نحطها في هاد الطاوه، غادي نفرش لها هاد الورق الومنيوم على هاد الشكل. كندير هاد الطريقه باش يبقى ليا واحد لاصوص اللي غادي ينزل ليا من الحوطه، غيبقى مجموع في هاد الورق ديال الالومنيوم مع هاد غادي ينسم ليا هاد القيمرون والكالامار اللي ضفتهم في جنبها. صافي وغادي نسد عليها بهاد الورق، وقبل ما نسد غادي نضيف واحد شويه ديال الماء اللي غادي يطيب فيه هاد الحوطه، وفي نفس الوقت غيولي ليا لاصوص اللي بنين 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 البنات هو اللي غادي نزين به في النهايه. تبعوا معايا لا فيديو. صافي غادي نحطها في الفران طيب تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع، غادي نشعلها غير لتحت ونخليها تطيب حتى تطيب، عاد غادي نشعل ليها الفوق واحد 5 دقائق صافي باش تشرب ليا، وغادي نزولها. غادي ندوز دابا المشماش اللي غادي نعسلو على هاد الطريقه، غنديروه في واحد الكاسرونه، واللوز غادي نسلقو وغادي نقليه هما اللي غادي نزين بيهم. وهنايا وصلت وقيت المغرب، يعني غادي ندوز باش نوجد الطبيله ديال الفطور. تبعوا معايا، وهنا كنقول لكم صيام مقبول ان شاء الله. وهنا هذه هي الطبيله ديالي، ما شاركتهاش معكم البنات، راها طبيله عاديه ماشي شي حاجه اللي زايده، ما حضرتش فيها شي حاجه اللي كثيره. المهم داكشي اللي كنوجدوه كل نهار الا حاجه وحده اللي غادي نشاركها معكم في فيديو جاي ان شاء الله، هي هاد العشيشات اللي كيجوا على هاد الطريقه، شي حاجه اللي زوينه وقليل اللي كيعرف هاد العشيشات باش كيتصاوبوا، كيجوا رائعين البنات. لو عرفتوا مناش كيتصاوبوا واحد الحاجه اللي كنرميوها دائما ما كنعرفوش القيمه ديالها، صراحه هي كيجوا بها زوينين، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما طابت ليا الحوطه زولتها من هذيك الطاوه اللي كانت فيها، نزلتها انا في هذا الصحن، فرشته هكا بالخس صافي، وغندوز للتزيين دابا. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التزيين، راه حتى هي غتجي رائعه البنات، وحوايج اللي غادي نشاركهم معكم يمكن اللي غادي تستافدوا منهم. هنا بالنسبه لهذا المشماش كنصايبو على شكل وريضه، ما كنحطوش غير مشماش باش يجيني واحد الديكور لي زوين. كناخذ هكا مشماشه كنزديها مع مشماشه على هذا الشكل، كتعطيني وريضه، وكنخشي هكا هذا اللوزه الوسط وكتجي على هذا الشكل، راها كتجي رائعه في الماء في المنظر. المهم انا لما وضحاتش لكم راه غادي نشاركها معكم ان شاء الله في واحد الفيديو جاي، غير تبعوا البنات راه اكيد غادي تستافدوا من هاد القناه، يعني ما غاديش تكون شي حاجه اللي كنديرها لكم دايزه او
او لا قديمة، يعني دائما كنحاول نجيب لكم الجديد. هنا صافي، من بعد غادي نحط هاد المشماش هكا على هاد الشكل في الجنب ديال الحوتة ديالي، وغادي نجيب هاد الكالا هاد القمرون اللي كان شاط ليا من الحشوة اللي طاب مع الحوتة. غادي نزين بيه حتى هو على هاد الشكل، يعني غادي نوزعه في هاد الجوانب ديال الحوطة. صافي، وغادي نجيب هاد الكالامار اللي هكا شرائح طوال، غادي ننزلهم هكا فوق من الحوطة، وغادي ندير بهم واحد الديكور هكا على شكل في الجنب ديال الحوطة على هاد الشكل باش نعمر وصافي. المهم نتوما التزيين راه غيبقى على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب اشنو عندكم. يعني الا ما كانش عندكم هاد الكالامار ماشي مشكل، غادي تستعملوا غير الحوطه راها باش عامره، والطريقه باش عامرات، والمذاق اللي غيجي فيها راه رائع. ما نعاودش لكم. وهذه هي لاصوص البنات اللي قلت لكم غادي تبقى في هذاك الورق ديال الالومنيوم، غادي نصبها فوق من الحوطه باش تنسم ليا حتى هي بهاد لاصوص، كتجي ديك الحوطه رطبه بهاد لاصوص. غادي نوزعها فوق من الحوطه كامله على هاد الشكل. الطريقه البنات راها زوينه زوينه بزاف، وصراحه شي حاجه لي جديده، وكنبعدوا على داك الطريقه ديال الحوت والقامه كثيره والربيع والثومه وهذا، يعني كيمشي المذاق ديال الحوت ما تيبقاش. بالنسبه لهاد الطريقه راه كتاكلي الحوت كانه من البحر لعندك، يعني كيبقى في المذاق ديالو. وخديت هاد الكيردون درت فيه واحد الحبه ديال الماطيشه صغير، درت فيه قطعه ديال الفرماج ديال الساندويتش على شكل دائره، والقمرون من الفوق. صافي، وزينت به هاد الحوته. هنا رشيت هاد اللوز اللي قليته ورشيته هكا فوق من الحوته ديالي. غيبقى لي غير الحامض اللي ما حطيتوش من في الاول، يعني نسيته. دابا غادي ننزلو غندورو بالحوطة كاملة. المهم البلا غادي يجي عامر، ما غاديش تجي فيه شي بلاصة اللي خاوية. المهم نتوما الا كان انا عندي هاد الحوطة كبيرة، يعني جاتني كبيرة على بالنسبة لكم نتوما الا كان البلا كبير غادي تجي عاطية العين احسن من هكا. صافي، وهذا هو الشكل. من بعد في النهايه غادي نضيف واحد داكشي اللي شاطليه ديال القمرون، غادي نزين به حتى من جناب على هذا الشكل بلا، يعني غادي يجي عامر وعاطي العين تبارك الله. و يعني الا حطيتيها للضياف ديالك راه غادي تحمر لك وجهك وفي النظره وحتى المذاق، يعني راه البنات الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها، راها كتجي رائعه البنات. وهذا هو البلا ديالنا من بعد ما كملناه كيجي على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم البنات وتجربوه. ولا عجبتكم البنات هذه الطريقه ديال الحوت بارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم، ولايك للفيديو باش يشوفوه ناس جداد. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم على حسن المتابعه، كنشكر البنات على التعاليق اللي كتحفزني وكتخليني نقلب على الجديد دائما. شكرا للمتابعين وشكرا للناس الجداد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله، عواشر مبروكه وصيام مقبول ان شاء الله.